دكتور ياسر تقول لنا ازاي الدولة تقوم المشروعات الصغيرة بطريقة علمية. المشروعات الصغيرة ده موضوع هام جدا، ويجب أن تهتم به جميع قطاعات الدولة، سواء وزارة الصناعة أو وزارة البيئة أيضا أو وزارة الزراعة ووزارات أخرى، يعني لأن مسألة المشروعات الصغيرة حتى يعني كتبتدعها. ليه مثلا في يقول لك إيه مثلا مصايد سمك صغيرة أو قفص سمك أو بطارية بتاعت أرانب، بس يعني كويس في مشروعات صغيرة، في كل المشروعات الصغيرة، المشروعات الصغيرة هي أكثر من كده بكتير وأقوى من كده بكتير، والمجتمع محتاجها والشباب هو اللي محتاجها، ودي منتجات معظمها إن لم يكن أكثرها بيجي من بره، وعندك 95% من المنتجات دي دولة، فبالتالي المفروض إن الدولة طبعا هذا القطاع بين 100 أبحاث ودراسات موجودة لمن يحتاجها، لمن يحتاجها من الشباب. يعني الشاب عايز من مشروع معين يطلب بالدراسة دي بالفلوس، مفيش مشكلة يطلب الدراسة دي، لأن هو هبتدي يعني ينشئ أو يؤسس مشروع لهذه الصناعة. فلا بد ان هو يكون بس مشغول بقضيه التنفيذ، مش بقضيه البحث والدرس، بقضيه الايه التدريب للكوادر او الكلام. هو المفروض ياخد الدراسه كافيه كافيه، دراسه جدوى فيها فكره الصناعه وفيها كل شيء، يبتدي على طول يشتغل بيها على ارض الواقع. شكرا.